بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة الأساتذة الأفاضل، السادة أولياء التلاميذ، أعزائي التلاميذ، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ها نحن اليوم قد عدنا إليكم بفيديو جديد ودرس جديد أو معلومة جديدة. إذن اليوم على غير العادة سنتطرق إلى موضوع شائك. إذن بعدما تلقيت منه العديد من الرسائل عبر صفحتي عبر الفيسبوك، وهو الفرق بين الرقم والعدد، الفرق بين الرقم والعدد. لذا ارتأيت أن أضع هذا الفيديو لنوضح الفرق بين الرقم والعدد وليزول الغموض وتتضح الرؤية وتصبح المعلومة لدى الجميع إن شاء الله. إذن سوف نقوم بالشرح بطريقة بسيطة جدا، إذن فلنتابع مع بعضنا البعض. إذن أول شيء، الفرق بين الرقم والعدد. إذن أولا لنتفق على رمزين، الرقم نعطيه أو نضعه في دائرة، ورمز العدد سيكون بالسهم. إذن مثال: إليك العدد 9643. 9643. أوجد رقم وعدد وحداته وعشراته ومئاته معا. إذن لدينا الرقم، هذا هو رقمنا الذي سنقوم ب وضع عليه التطبيق. إذن هنا لدينا رقم الوحدات، رقم الوحدات أذهب إلى خانة الوحدات وأحيط الرقم الموجود فيها بدائرة. عدد الوحدات أرسم سهما من خانة الوحدات إلى آخر العدد على اليسار. إذن أولا سنقوم بكتابة هذا الرقم في جدول المراتب. إذن رقم وحداته 3، إذن رقم وحداته 3، ورقم عشراته 4، رقم مئاته 6، ورقم آلافه 9. إذن الآن قالوا لنا بأن رقم الوحدات أذهب إلى خانة الوحدات وأحيط الرقم الموجود فيها بدائرة. إذن هذه خانة الوحدات، إذن سوف أحيط الرقم وهو 3. إذن ثم عدد الوحدات أرسم سهما من خانة الوحدات إلى آخر عدد على اليسار. إذن من خانة الوحدات إلى آخر عدد على اليسار. إذن هكذا، ونضع هذا السهم. إذن من هنا نستنتج من هنا بأن رقم الوحدات هو 3. رقم الوحدات هو 3، وعدد الوحدات هو كل هذا العدد. إذن من خانة الوحدات، من خانة الوحدات إلى آخر عدد. إذن رقم أو عدد الوحدات هو 9643. إذن نذهب الآن إلى رقم العشرات وعدد العشرة. إذن نذهب إلى رقم العشرات وعدد العشرات. إذن نكتب العدد نفسها، إذن في جدول المراتب 6643. نفس الشيء، إذن رقم العشرات سوف أحيطه بدائرة، وعدد العشرات سوف أضعه عليه سهما، نفس مثل ما فعلنا في عدد الوحدات. إذن هنا رقم العشرات كم؟ هو 4، وعدد العشرات من خانة العشرات إلى آخر عدد، من خانة العشرات إلى آخر عدد، هكذا نرسم السهم. إذن رقم العشرات أذهب إلى خانة العشرات وأحط الرقم الموجود فيها، هذا ما قمنا بفعله. عدد العشرات أرسم سهما من خانة العشرات إلى غاية آخر عدد على اليسار. إذن من هنا نستنتج أن رقم العشرات هو 4، وعدد العشرات هو كل هذا العدد من خانة العشرات إلى غاية آخر عدد. إذن هو 964. إذن بنفس الطريقة سوف نذهب إلى تحديد رقم المئات وعدد المئات. إذن نكتب عددنا الذي هو 9643
43 بنفس الطريقة. إذن رقم المئات أضعه في دائرة، وعدد المئات سوف أضع سهما إلى غاية آخر عدد، إلى غاية آخر عدد. ومن هنا نستنتج أن رقم المئات هو 6، وعدد المئات كل هذا الرقم هو 96، هو 96. إلى هنا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الفيديو القصير لمعرفة المعلومة والفرق بين الرقم والعدد. أتمنى أن تكونوا قد أدركتم الآن الفرق بين العدد والرقم. إلى فيديو آخر ودرس آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.